السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم وصيام مقبول، وإن شاء الله كل الخير وبركة بشهر البركة. اليوم احنا عدنا نكمل لموضوع الفيديو السابق اللي احنا كنا حقيقة تقوية الأصابع. اليوم احنا عدنا تقوية الريشة، شلون تقوي ريشتك، وهذه حقيقة من ضمن أولويات اللي يحب يتعلم العود واللي يعزف عود حقيقة. طيب قبل ما أبدأ أنا بشلون تقوي الريشة مالتك، وهي ضرورية، والفرداش اللي يسمونه بعض الأخوان رش، الدورات الموسيقية 8 محاضرات، كثير من الناس لوني طبعا هي 8 محاضرات بالشهر يا أخوان، تأخذ بيها كورسات. طبعا هي 8 محاضرات بالشهر وممكن تجدد، وهذه 8 محاضرات تنقلك من موقع إلى موقع. مثلا إذا أنت كنت بالصفر تتقدم، وإذا كنت أنت متقدم تدخل إلى المقامات دايركت مباشرة بسعر بسيط. هي 8 محاضرات، رقم الواتساب موجود أسفل الفيديو. إذن هسه الآن نذهب إلى تقوية الريش. الريش أنت عندك عدة أمور، عندك مثلا لاحظ للمبتدئ طبعا كل هذه الأمور هي مع المترونوم. يعني أنت التمرين السابق الأصابع والريشة كلها لازم تستخدم مترونوم، حتى السرعة 70، السرعة 80، السرعة 90، يعني كل ما تتمرن اليوم أنا تمرنت على 70، بكرة تمرن على 80 أو بعد بكرة أضبط على 70، بعد بكرة اليوم 90، يومين 100، بعد 120، تبقى استمرارية. النوع هذا الأول، بعدين النوع عندك الثاني أو سلم. هذا الريشة الشرقية، باو الريشة من جميل بشيرية، باو يعني شو نصير عندك باو 8 7 8 8، يعني أسفل أسفل أعلى أسفل أسفل. الأصابع والريشة في نفس الوقت، لكن تمرين ريشة هو أعطيتكم إياه اللي هو أنت تركز عليه كتركيز مهم جدا، واللي راح يفيدك بتقوية الريش. وأيضا هناك عدد من التمارين لكن ناقصنا الوقت لتناولها إن شاء الله بالفيديوهات القادمة. لا تنسون اللايك والاشتراك أخواني الأعزاء، ورحب بجميع مقترحاتكم، وأهلا وسهلا بكم، ورمضان كريم عليكم. وأيضا اللي حيب يشترك بالدورات الموسيقية اللي هي 8 محاضرات. تحياتكم ومع السلامة، ولا تنسون اللايك والاشتراك. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.